لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان، ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما سبح في الملكوت ملك. ثم أما بعد، عباد الله، روى الإمام مسلم في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما نخص ذلك. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهذا حديث قدسي، أي منسوب إلى الذات القدسية، يرويه نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم عن رب العزة عز وجل. وكان شيخ الإسلام يقول هو أشرف حديث لأهل الشام. وكان أبو إدريس الخولاني راوي الحديث كان إذا حدث به جثى على ركبتيه، أي جلس على ركبتيه تعظيما لشأن هذا الحديث.
الله عز وجل يمن على العباد بكمال عدله وتحريمه الظلم على نفسه. يمن الله عز وجل عليهم بنعمة الهداية والطعام والشراب والكسوة. يمن الله عز وجل عليهم بكمال قدرته وكمال أسمائه وصفاته وكمال غناه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فالله عز وجل كما كتب على نفس الرحمة حرم الله عز وجل على نفس الظلم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد. فحرم الله عز وجل الظلم على نفسه وجعله بين الناس حراما، فحرام على كل أحد أن يظلم أي أحد ولو كان كافرا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فظلم الكافر حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، وفي رواية حين يفطر، ودعوة المسافر. قال: ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، أي فوق السحاب، ويقول: لأنصرنك ولو بعد حين. فحرام ظلم الكافر. فمن عظمة الظلم، من عظمة الظلم عباد الله، جعل الله عز وجل دعوة الكافر، جعل الله عز وجل دعوة الكافر مستجابة، وجعل الله عز وجل تحريم الظلم حتى ظلم الكافر. كذلك لعظيم الظلم عباد الله، حرم الله عز وجل على الناس أن يقع أحد في عرض أحد، أن يتكلم عنه بسوء، ولكنه أباح للمظلوم أن يقول: فلان ظلمني، حتى إذا نزل به بأس الله عز وجل عرف الناس أن هذا بشؤم الظلم. قال الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالمظلوم وحده الذي يجوز له أن يصرح وأن يقول: فلان ظلمني، حتى إذا نزل به بأس الله عز وجل يعلم الناس أن هذا بشؤم الظلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا قوله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. أرسل الأمير نوح إلى أهل سمرقند يأمر بأخذ الخراج منهم، فجمع أميرها الفقهاء وقرأ عليهم رسالة الأمير، فقال له أبو منصور الفقيه: قد بلغت رسالة الأمير، فاردد إليه الجواب، زدنا ظلما حتى نزيد في دعاء السحر. فلم تمض أياما حتى وجدوه مقتولا وفي بطنه زج رمح مكتوب عليه بغى، بغى والبغي سهام تنتظر، رمته بأيدي المنايا والقدر، سهام أيدي القانتات في السحر، يرمين عن قوس لها الليل وتر، يرمين عن قوس لها الليل وتر. يروى أن مؤدب المأمون ابن هارون الرشيد ضربه بغير سبب، فلما ولي المأمون الخلافة دعا مؤدبه وقال له: لماذا ضربتني بغير جريرة؟ قال: حتى تعلم أن المظلوم لا ينسى، لا ينسى أن فلانا قد ظلمه، فكان من باب التأديب ضربه بغير سبب حتى يذكره إذا ولي الخلافة أن المظلوم لا ينسى من ظلمه. فالظلم ظلمات يوم القيامة عباد الله. والظلم ثلاثة: أظلم الظلم هو الشرك بالله عز وجل، ثم بعد ذلك ظلم العباد، وهذا ديوان لا يغفره الله عز وجل، لابد أن يستوفيه، لابد أن يختص للمظلوم من الظالم
والظلم الثالث أن يظلم العبد نفسه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، ضال أي لا يعرف الطريق، كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم وجدك ضالا فهدى. فالعباد كلهم في ضلال حتى يهديهم الله عز وجل. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. فإن قال قائل الله عز وجل يرى حالنا ويعلم فقرنا وضعفنا وحاجتنا إليه، ونحن نحتاج إلى الهداية ونحتاج إلى الطعام والشراب والكسوة، لماذا لا يهدينا ولماذا لا يطعمنا ويسقينا ويكسونا دون سؤال منا؟ فالجواب أن الله عز وجل يحب من العباد أن يتضرعوا إليه وأن يظهروا فخرهم إليه. قالوا تشكو إليه ما ليس يخفى عليه، فقلت ربي يرضى ذل العبيد لديه. الله عز وجل يبتلي العباد بالبلايا والرزايا حتى يظهر فقرهم إليه وحتى يتضرعوا إليه. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لعلهم يلجؤون إلى الله عز وجل، لأن التضرع والدعاء عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. ثم تلا قوله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. بدأ الله عز وجل بالليل عتابا للناس، لأن الله عز وجل جعل الليل سكنا وجعل الليل فرصة للتوبة والاستغفار وللصلاة بالليل، فملأ الناس الليل قبل النهار بمعصية العزيز الغفار. فقال عز وجل يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. قال قتادة إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما داؤكم فالذنوب وأما دواؤكم فالاستغفار. وما ألهم الله عز وجل عبدا الاستغفار وهو يريد أن يعذبه. وطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فشأن العباد أقل وأذل من أن ينفعوا الله عز وجل بطاعتهم، وشأن الله عز وجل أعلى من أن ينتفع بطاعات العباد أو أن يتضرر بمعاصيهم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد. فالله عز وجل غني عن عباده، فالعباد أنفسهم ينتفعون بطاعتهم وهم أنفسهم يتضررون بمعاصيهم. قال عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كيف نذبح وننحر الهدي والأضاحي ونحن نأكل هذه اللحوم ونتصدق ونهدي والله عز وجل يطعم ولا يطعم؟ لا يستفيد شيئا من هذه الدماء ولا يستفيد الله عز وجل شيئا من هذه اللحوم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يريد منكم أن تصلوا إلى تقوى الله عز وجل وأن تطيعوا الله عز وجل وأن تتقربوا بهذه العبادات إلى الله عز وجل. لما قيل لعمر بن عبد العزيز جزاك الله عن الإسلام خيرا، وهو الذي جدد شباب الإسلام وهو المجدد الأول على رأس المئة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له رجل جزاك الله عن الإسلام خيرا، قال بل جزى الله الإسلام عني خيرا. فلا يمن أحد بعمله على الله عز وجل أو على عباد الله يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم
أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، تصوروا لو أن الناس جميعا المؤمنين والكفار البررة والفجار كانوا جميعا على قلب نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أتقى قلب رجل واحد منا، ما زاد ذلك في ملك الله عز وجل شيئا، لأن ملكه كامل عز وجل، لا يزداد بطاعات الطائعين ولا ينقص بمعصية العاصين. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قوله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط، إذا أدخل البحر البشرية اليوم 7 مليارات، فكيف بالبشرية منذ أن خلق آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ هذه الجموع وهذه المليارات لو اجتمعت في مكان واحد ومعهم الجن والجميع ينزل الحوائج والطلبات والرغبات بالله عز وجل، فالله عز وجل كمال سمعه يسمع الجميع في وقت واحد على اختلاف لغاتهم وعلى اختلاف لهجاتهم، لا يشغله سمع عن سمع، ويجيب الجميع في وقت واحد من كمال قدرته، لا يشغله إجابة داع عن داع آخر، ومن كمال غناه لا ينقص ما عند الله عز وجل إلا كما ينقص المخيط أي الإبرة إذا أدخل البحر، والمخيط إذا أدخل البحر لا ينقص منه شيئا، كذلك ما عند الله عز وجل. كما قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأ، وفي رواية: يمين الله ملأ، لا تغيضها نفقة أي لا تنقصها نفقة، سحاء الليل والنهار، ينفق على العباد بالليل والنهار، يكرم العباد بالليل والنهار، يرزق العباد بالليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض أي لم ينقص ما في يمينه. في رواية الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه عز وجل، يقول: ذلك بأني جواد واجد ماجد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. فالله عز وجل هو وحده الغني بذاته، والفقراء جميعا فقراء بالذات إلى الله عز وجل. يقال فلان غني لأن عنده سيارات أو عنده عمارات أو مصانع، ولكن هذا الغنى ليس في ذاته، هو في ذاته فقير، قد تزول عنه هذه الأعراض أو يزول هو عنها ويخرج من الدنيا كما أتى إليها عريانا، كما أتى إلى الدنيا عريانا، لف في خرق بيضاء، يلف كذلك في خرق بيضاء ويوضع تحت التراب، فقير إلى الله عز وجل. والله عز وجل يبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ويقول: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يوجد أحد يرد على الله عز وجل، لأن الخلق كلهم في فناء، كل من عليها فان، فيرد الله عز وجل بنفسه على نفسه فيقول: لله الواحد القهار. فالله عز وجل يمن على العباد بكمال غناه وكمال أسمائه وصفاته وبكمال قدرته،
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فكما بدأ الحديث القدسي بتحريم الظلم ختم بكمال العدل فيقول يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم أحصاه الله ونسوه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالذي يقع في الزنا وأكل أموال الناس بالباطل يظن أنه لا يحاسب على النظرات المحرمة وعلى اللغو وعلى فضول الكلام وغير ذلك من صغائر الذنوب ولكنه في الواقع يحاسب على كل ذرة كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يظن بعض الناس الجهال أن رحمة الله عز وجل سوف تسوي يوم القيامة بين الطائع والعاصي والبر والفاجر وأن الجميع يدخل في رحمة الله لا يحاسبون على صغائر الذنوب أو كبائرها. والله عز وجل يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم أحصاه الله ونسوه ثم أوفيكم إياها. العبد قد ينال في الدنيا ببركة الحسنة وقد ينال من شؤم المعصية كما قال ابن عباس إن الحسنة لنورا في الوجه وضياء في القلب وسعة في الرزق ومودة في قلوب الخلق وإن للسيئة لظلمة في الوجه وسوادا في القلب وضيقا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. فهذا ثواب عاجل للحسنات وثواب وعقاب عاجل للسيئات ولكن توفية الأعمال يوم القيامة. كثير من الظلمة يموتون ولا يحاسبون في الدنيا ولا يعاقبون ولكن ينتظرهم العذاب الأدنى في القبر وينتظرهم من العذاب الأدنى في القبر وكذلك يوم القيامة وعذاب النار يحاسبون بمثاقيل الذر. فهذا حديث القدسي يبين لنا عظمة الله عز وجل وقدرة الله عز وجل وكمال عدل الله عز وجل وكمال سمع الله عز وجل وبصره وكمال غناه وكمال قدرته. وما رواه الإمام مسلم في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين ورد كيده في نحره
واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم عليك بالكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم كف شر الكفرة عن بلاد المسلمين. اللهم إنا نضرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم كن مع المستضعفين في كل مكان، اللهم خوّ شوكتهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم. اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا. اللهم فك أسر المأسورين، وفرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.